في الخرطوم يرمز الصحفيون إلى زملائهم القابعين في السجون هذه الأيام أو المحرومين من الكتابة للتدليل على التراجع الذي يعرفه ميدان الحريات في السودان. وعن كل هذا ينضم كل هذا الجدل المتصاعد ينضم إلينا في اليوم الصحفي السوداني فيصل محمد صالح الحائز على جائزة بيتر ماكلور التي تكافئ الشجاعة والنزاهة في مهنة الصحافة. أهلا بك سيدي معنا في اليوم على الحرة، وبداية مبروك على الجائزة. ودعنا نبدأ من بعض الأقوال التي تراك صحفي غير واقعي، وأنك لا تعيش عصرك لأنك تصر على حرية الصحافة في بلد هامش الحرية المتاح بها ضئيل جدا. ما هو تعليقك؟ شكرا على التهنئة وعلى الاستضافة، لكن بالتأكيد هذا وصف غير حقيقي وغير صحيح. أولا أنا لست فردا، يعني حتى أوصف بكل هذه الصفات، فردا مختلفا واستثنائيا ومتميزا. أنا جزء من مجموعة كبيرة جدا، واعتقد ان القطاعات المهتمه بحريه الصحافه والاعلام سواء من العاملين داخل الاعلام السوداني والصحافه السودانيه او من الراي العام السوداني من قطاعات مختلفه عدد كبير من الناس، ولذلك لست فردا استثنائيا، انا فردي في مجموعه كبيره بتعمل، مش بتامل فقط في حريه الصحافه، لكنها تعمل عمل حقيقي جدا من اجل ضمان حريه الصحافه والاعلام، وده جزء من معركه طويله وكبيره وممتده، ولذلك انا واقعي تماما وانتمي الى مجموعات واقعيه تماما تأمل في سودان خير، سودان ديمقراطي، سودان منفتح، سودان فيه حريات واسعة ومن بينها حرية الصحافة والإعلام. طيب، يعني يتساءل الكثيرون والمتابعون منهم لعمودك أفق بعيد، لماذا يصر فيصل محمد صالح على الحديث يوميا في الموضوعات المتعلقة بالحكم وشفافيته وهي قضايا شائكة طبعا، فلماذا هذا الإصرار وما هي دوافعك لانتهاك هذا الخط الصحفي؟ لا أعتقد أن هذه قضايا حيوية، يعني الكاتب الصحفي الذي يكتب عمودا يوميا يفترض أن يكون ملتصق بقضايا وهموم شعبه وبلده ووطنه، أعتقد هذا أقل ما يجب عليه أن يفعله، وما نكتب فيه أكتب فيه أنا ويكتب فيه زملائي. أنا برضو أعود وأصير أنني لست فردا استثنائيا، في كثير جدا من الزملاء بيكتبوا في نفس الخط، وبالتالي نحن نحاول أن نقترب من هموم شعبنا ومن قضاياه الحيوية، وهي قضايا متعددة وشائكة وكثيرة، وأعتقد أنه هذا جزء من الالتزام المطلوب من الصحفي، الالتزام الوطني والالتزام المهني والالتزام الأخلاقي، ولكننا أيضا لا نحصر نفسنا فقط في هذا الجانب، نحن ننظر إلى العالم من حولنا، نكتب عن تجارب الشعوب من حولنا، نكتب عن الخبرات التي يمكن أن نكتسبها الناس من الدول المجاورة لنا ومن العالم كله، نحن عيننا على قضايا شعبنا لكن منفتحين على العالم. طيب سيدي، المعارضون يقولون كيف يستقيم الظل والعود أعوج، ويدللون أن منظومة التشريعات في السودان تعطي السلطات صلاحيات تقديرية واسعة دون رقيب أو حسيب. ما هو تعليقك؟ هذا صحيح، هذا صحيح، بالرغم أنه لدينا دستور جيد جدا مقارنة بالدساتير السابقة التي كنا نملكها في السودان أو حتى الدساتير في الدول المجاورة، لدينا دستور جيد، ولكن مشكلتنا أنه القوانين متناقضة ومتعارضة مع الدستور بشكل مدهش جدا لا يكاد أن نتصوره عقل. القوانين فعلا تسلب كل المواد الجميلة الموجودة في الدستور وتقيد الحريات سواء كان في مجال الصحافة أو التجمع السلمي أو التظاهر أو العمل الحزبي والنشاط، حتى المجال الأكاديمي هناك لديه قيود، وهي معركة واسعة، صحيح أنها معركة شاملة للحريات، ولكن في نفس الوقت تقبل النضال القطاعي، بمعنى أن الصحفيون يناضلوا من أجل حرية الصحافة والإعلام، الأكاديميون يقاتلوا من أجل ضمان الحريات الأكاديمية في الجامعات، الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تقاتل من أجل مساحات للعمل فيها، ثم تتكاثف كل هذه الجهود، لكن بالتأكيد هي مرتبطة ببعضها البعض، صحيح أنها معركة حريات واسعة، ولكن يجب أن تخاض من أي من كل المداخل، ونحن ندخل من منطلق حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام. من واشنطن الصحفي السوداني فيصل محمد صالح، أرجوك ابقى معنا، سنعود إليك مرة أخرى بعد دقائق لنأخذ رأيك من جديد.